أعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة إتاحة جداول الناخبين أمام الراغبين بالترشح للانتخابات النيابية المقبلة المنوي إجراؤها في 20 أيلول المقبل. وأضاف الكلالدة خلال تسلمه النسختين الورقية والإلكترونية لجداول الناخبين الأولية من مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات في مقر الهيئة الخميس أن الهيئة ستبدأ بعرض الجداول اعتبارا من الجمعة. وأوضح الكلالدة أن عدد الناخبين المدرجين في الجداول الأولية بلغ 4,139,000 ناخب، وهو ضعف ما كان في الانتخابات التي جرت في عام 2013. الآن تسلمنا من الأخوة في دائرة الأحوال المدنية جداول الناخبين الأولية اللي فاق عددهم مثل ما تفضل الباشا 4,139,162 مؤهل للاقتراع، بما فيهم من تجاوز سن 17 90 يوم اعتبار من يوم الاقتراع. الحقيقة بجوز الحديث في الوجه مرات غير محمود، لكن أنا مثل ما ذكرت في أكثر من مناسبة إعجابي الشديد في أداء دائرة الأحوال المدنية في سرعتها وفي دقتها. كنا دائما على تواصل مع دائرة الأحوال المدنية، كادر الهيئة وكادر الدائرة، لم يطلب شيء إلا وكان الجواب خلال دقائق موجود. لكن بتعرفوا القانون قال إلى جانب النسخة الإلكترونية نسخة ورقية، وهذا الذي استغرق الوقت من تاريخ إشعارنا لهم بطلبنا للجداول، ولهم باليوم أو بالساعة التالية كانت جداولهم جاهزة، لكن لكي يزودونا فيها مطبوعة قاموا بطرح العطاء على مطبعتين حتى نستغرق عدد المدرجين في القوائم يتعدى 4 مليون، يعني أضعاف ما كان عليه بالسابق. الحقيقة باسم زملائي أعضاء مجلس المفوضين وباسم الكادر الفني والعامل في الهيئة المدنية في الهيئة المستقلة للانتخاب نقدر عاليا ونشكر التعاون منقطع النظير اللي قامت فيه دائرة الأحوال المدنية بسرعتها في إنجاز هذه الجداول، هي التي تعتبر الخطوة الأولى في العملية الانتخابية. سوف نعرضها غدا وسوف يكون هناك إعلان على مكان العرض، وستكون متوفرة بشكلين، شكل الإلكتروني والشكل الورقي، حتى يتسنى للمواطن الناخب أن يطلع على اسمه أين هو مدرج في جداول الناخبين. يذكر. وبين الكلالدة أن الاعتراض على الآخرين والاعتراض الشخصي متاحا اعتبارا من اليوم التالي من أيام عرض جداول الناخبين ولمدة 14 يوما أمام الهيئة المستقلة وأمام الأحوال المدنية كلا بحسب اختصاصه وفقا لأحكام القانون. نظر المواطنين الكرام على أنه عليهم أن يطلعوا على أسمائهم في السجلات في الجداول الأولية، هذا سوف يعلن على أماكنها على موقع الهيئة، راح يكون موجود ومتوفر في مراكز لجان الانتخاب ومراكز أخرى سوف تعلن في وسائل الإعلام العادية، أن يذهبوا معهم فقط أسبوع لكي ينظروا أين هي أسماءهم مدرجة، حتى اللي عنده أي خلط أو يرى أنه الجدول لم يدرج اسمه أو أدرجه بالخطأ سيتم تصحيحه من قبل دائرة الأحوال المدنية. وثمن الكلالدة الدور الكبير الذي تقوم به دائرة الأحوال المدنية والجوازات في التعاون مع الهيئة بكل ما يطلب منها لغايات إنجاح العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنها شريك حقيقي للهيئة في العملية الانتخابية التي بدأت الخطوة الأولى فعليا بعد الأمر الملكي بالدعوة لإجراء الانتخابات من هذه اللحظة. حازم السردي، الحقيقة الدولية.